شكرا السيدة عائشة العلوي. الكلمة للسيدة جليلة سمي. السلام عليكم. في البداية كنت أوجه بالشكر للأستاذ بن شماس على إقحام وإدماج المجتمع المدني في هذا المؤتمرات وفي هذا المؤتمر الدولي أو المنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية، وسعدنا بالحضور على الأقل في 4 دورات. تدخلي سيكون فيه شق جامعي أكاديمي وشق مدني بحكم انتساب إلى 3 جمعيات من المجتمع المدني تشتغل على العدالة الاجتماعية والمناخية كما تشتغل على التنمية الاجتماعية. في البداية عندي واحد التساؤل، ما الجدوى، ما المنفعة من إثارة بعض القضايا المماثلة التي لها حتميتها وعلاقتها بالنموذج التنموي الذي ينشغل المغرب عليه بكل قواه في وقتنا الحالي؟ غياب الحكومة أبهرني. أين هو رئيس الحكومة؟ أين هي القطاعات الحكومية التي تشتغل على الموضوع؟ وسأمر إلى دور الجامعة المغربية في بعض هذه المواضيع، حيث أن هذا الموضوع يجب أن يطرح في البحوث الأكاديمية على مستوى الإجازة أو البكالوريوس كما نشتغل عليه في الجامعة المغربية في هذه الأيام، كما أنه يجب أن يكون هناك توصية على للاشتغال عليه على مستوى الماسترات والدكتورات. أنتمي إلى مختبر مقاربة النوع، ومؤخرا نظمنا ندوات حول مقاربة النوع والتحولات الاجتماعية. أثارني غياب موضوع التغيرات الاجتماعية لأنها أصبحت واقعا حاسما وكاشفا لكل عوارات المجتمع. أكبر قوى العالم أثبتت عجزها عن علاج وتقديم حلول وتطبيق البنود والقوانين المتصلة بهذه الظاهرة التي تهدد مصير الإنسانية. بحكم انتمائي للائتلاف الوطني للعدالة الاجتماعية والمناخية في مكتبه التنفيذي والذي سيقدم عرضا في المساء، أثير كذلك هذا الشق المناخي. نعم نتكلم عن العدالة الاجتماعية، ولكن إن غيبنا المناخ والتغيرات المناخية فإننا نغير كثيرا من المظاهر التي لها أثرها في كل نموذج تنموي. وأحيي في النهاية السيد بن شماس على إثارته النموذج الأنجلوساكسوني، الطريقة التي حلل بها الطبقة الوسطى. أختم. الطبقة الوسطى في شقين، الطبقة العليا والدنيا، هي حتما من التصور الأنجلوساكسوني الذي قدمه الأنجلوساكسون في عقود سابقة، وللأسف نحن وصلنا إلى هذا اليقين فقط حاليا. وأعتذر على الإطالة وشكرا.